الناس منها يواكي وحوحو يبكوا بدموع الا ما يسيلوا من الابصار كانت قومه هنا يعشوا ويضحوا ما تخلى شي طريق ما يهم في كل نهار يا سوق بلا سوق خمانة سلة بالراحو غاشي متخلطين كامل من دوار يزغاري تلحنان من عندك يصبحو خودات مدرغمين ينزاخو بالتشهار يا في خاطر الشيخ دحمان وفي خاطر الليلة وفي خاطر الصغار وفي خاطر الفرح فعلا يخلص يا هو ما واشتم يبرد الهمة حب هلي مد قلبي الهوال حب هلي ما جاتني بحالو من ثم باغي الزد ما صاق لي يبطف له نقارة مرقطة وعلى البلا قبولو تتقرع قومو تزاهل لك المنادن والعربان يا وديك الهايفة يا ملاها باهية الصيفة شمس الوقفة فايتة شعاع الومان قلت متقانيك الحرير اني يرسبلا في ظني رمدي جا في ساكن الفرنة في الاصحانة في خاطر الشيخ وفي خاطر الجماعة وفي خاطر مول الفرح فحلا يغلب وسهرة هي وسهرة هي البارحة سي عجبتني انا صارت والله العظيم سيدي الله فرحنا الشيخ هما قلت لكم انا الشيخ ولا اول يا اول غلطه ماشي في الشيخ البارحه عباد الله هما الشيخ دار راي البارح العباد عباد الله العباد التبريح قطعوا لنا كاع الصحراء العباد قوم ما عمرهم راهم يجيبوا دراهم ولا اش قلت اش العربي والله لا واحد الكلمات زينين جابهم ساعه ولا وخط الشيخ الحاج محمد حمادة رحمه الله ملي جا المستغريم تلاقينا محبة هذه بلك فايت 50 سنة منين جا هنا كان يخدم في مستغريم من بعد تلاقى بزوج شيوخ كبار الشيخ الحاج دحمان بوطرفة والشيخ قدور ولد العجال هاد الناس كانوا يقعدوا في السوق التحتانية في واحد القهوة نعيطوا لها قهوة الكرمة قهوة الكرمة مقابلة الجامعة تاع سيدي علال محمد لما الشيوخ الكبار يبداو يتكلموا بعدوا عليهم ونبداو نخطفوا في الهضرة نتاعهم بسم الله نبدا هذو البيات من هذيك الساعة الشيخ حمادة ولا يكتب المنظومات ويحفظهم في الحين ويحفظهم في العين وفي الصوت تبع الشيخ الحاج دحمان بوطرفها حين شطر مقاط القصورة هيض وقلبي لمحان داش حال وقلب مدمر في الدلي شعلت نيران ظهرت العيون اللي ناغر ونسقات أرض العطشان للجنان كان الله مفرط بعد كان يابس عيدان انسقى على أرض الباهر دار تاج فوق القفطان المخلج علق الأصفر قابل نوار الرمان فرعنا البلنسج والشهر والذميم شعشع وزيان خرج حل جند وغازر يقطر على الرعام الكوان للجنان كان الله مفرط غرمه وغفات العين الطيور في الوكر تعيط صوتها على الوتر حنين سيدان من هذه يا شيخ بن قنون ولات المنظومة قاع المنسية يسيخها وينظمها ويلحنها حتى تولي مشنوع والفرح
برجع في باب الجياده ثم لقيتني يا ولاتي الوسمى بعيد الكبيره والفرجة في باب الجياده ذي الذكنه تتغلط بالهمه شيق يبضي الورده في ديال العقاده وشجيني تدي الوحك العظمى ما ريت فيني حياتي بالفرجة يا سيادة مدام حياتي في عمري يفهم بخاطرك يا مشهورة مولي يا ولبنات يا الولع مرقومة عنقارنا ساوي ملح نارينا وحرق الذهبان حرق الاسفل حواجب وشفاف معكرنا والخد فيه جنة يا رب النعمان قصة يمسكين مق تظهر لك فوق الجبينة والشاشة يمدين ويسهل لدبانة يا من بغية تفرج في الزين ونعم الزينة يا وصير للضنار إذا شغلة الإنسان عزيزي خاطرك يا مصر العزيز وفي خاطر اللي تحبه كبير وصغير يا البجال هاجة ليها ما فيها حيادة ربي يبغى يجعلني فيها قسمة شور الدراب سيروا بيا ذوك السمادة حتى يوقاتها في بير بلا قيمة. يدخل شيخ حمادة إلى مدينة الفن والتاريخ مدينة مستغانم. هذه المدينة التي أنجبت شخصيات تاريخية ودينية، شخصيات فنية وأدبية فذة، شخصيات خلد التاريخ أسماءها. يدخل إلى مستغانم ليبدأ مشواره الفني وليصبح فيما بعد أبا وقورا وصديقا حميما ومعلما مرشدا لأولئك الذين لا زالوا يساهمون إلى يومنا هذا بأعمالهم الفنية المختلفة في توسيع شهرة البلاد ومجدها التاريخي، أمثال ولد عبد الرحمن كاكي، معزوز بوعجاج، محمد الطاهر، الجلال عين تدلس، والقائمة لا زالت طويلة. الناس تقول شيخ حمادة مات والله يرحمه، بس ما مات في قلوب الناس الفنانين. شيخ حمادة مازال حي، وانا نظن هاد الناس ما ماتوش، كما الحاج محمد العنقر، كما دحمة بن عاشور، خلاو للفن الجزائري حاجة. في ذاك الوقت انا كنت في القهوة الكبيرة الجرون كافي اكتب الروايات، وكانت الرواية تاعي هي افريقيا قدام العام الاول، ودع لي كلام ما صرت قعدت نط. من نط شافني شيخ من بعد ومنوي قال لي كاكي، قلت له الشيخ هذا يسموني كاكي، قال لي لا سميتك كاكي خاطر كاكي يضوي وانت راك طافي من نط تمشى هاك مالك. قلت له الشيخ واحد الروايه نكتب فيها وحكيت له الروايه، من حكيتها له قال لي واحد الشاعر يقول واحد الكلام وقاله لي في طنقار الغيشة وثلاثة سبعة طاحوا في عودي باش انا نذكر الكلام. قلت له هذا هو الكلام بروحه الشيخ كون كتبت رواية. قال لي انت كتب الرواية، بس انا شتك كنت غارق وكنت ما عرفتش ما صرت للاخر، وهذا الشاعر يساعدك باش تكتب. وقال لي خطوة اخرى السنط الشعراء كاع الكلام تاع الشعراء اللي تندم تحفظه ولا تسمعوا تسمعوا، خاطر هادو يغنوك ومن تغنت ولي عندك القلم سهل. هذه الكلمه اللي قالها لي الشيخ مازال داك نذكرها. شيخ حمادة رحمه الله عرفته في 1958 كنت داك الوقت في المسرح السيديه مع ولد عبد الرحمن كاكي، محمد طاهر، الشيخ بن عيسى عبد القادر. والشيخ حمادة داك الوقت كان يدير معنا شي حفلات، وزدت عرفته مليح في 63 كان عندي قهوة مقال كبيرة، كان داك الوقت يجمع عندي، وكانوا عندي شي قصايد كان يصححهم لي، والحق كان ما يبخلش، كل ما نقوله يصح لي على قصيده يقول لي روح. في الخمسينات كنا ننشطوا في واحد المقهى راهي معروفه يقولها لا روتوند، كنا نلعبوا يعني
نقول الويكاند السبت والحد كان يجي يتفرج فينا، وكان مرارا هو تاني يفوت، وتما بدينا نتصلوا به فما يخص القصائد، وكان يعني يرشدنا بصفة عامة. ثم انتقلنا إلى السعيدية، كان المركز هذا الثقافي بالنسبة لذاك الوقت عيط لي عبد القادر بن حميسي، وكان في الحاج بن عيسى وكاكي وعجاج وغيرهم من الأصدقاء. ثم بدينا نقوموا بالنشاطات، وفي الحق كان يجي يشارك معنا كذلك، وثم بدينا نقوم بالحفلات كثير وكان يخرج معنا. 41 عام ما بيني وبينه أعطيته القيمة كل اللي لقى يعطيها قندوز للشيخ الكبير. والشيخ حمدة واش عرفنا احنا يا الشيخ حمدة إنسان فنان اللي اليوم مثاله ما ينصابوش، ما كاش ما تصيبوهمش، كان يجيب المغربي ويجيب العصري ويجيب الشعبي ويردوا بدوي، كانوا قصيدة يجيبوها من المغرب هو والحاج محمد العنقاء، هذاك يجيبها بالآلة عصرية وذاك يجيبها بالقصب. واحد العام جا هنا عندنا في زمورة الور، وغنينا في واحد العرس تاع كروم قويدر، كروم قويدر وجلي ابريسيي، وانا كنت مخلط الشوخة بزاف بزاف، جلي ابريسيي جلي سيمي، ومن تما تعرفت انا وياه. أستاذ الشيخ حمادة رحمه الله كان عضو كامل الحقوق في الأسرة الفنية، واشتهر وبدأ حياته الفنية مع الأستاذ محي الدين بشتارزي، حيث كان المسرح في ذلك العهد أو عروض المسرح في ذلك العهد كانت تتمثل في تقديم مسرحية وجزء للطرب والغناء، وكان الشيخ حمادة يشارك في هذه العروض، والأستاذ محي الدين بشتارزي يتكلم في مذكراته ويشكر حمادة وينوه بالشهرة الكبيرة اللي كان يحرز عليها الشيخ حمادة. أي قولوا لي يا جماعة، هذه بلاد مستغارب، هذه على من ربحتي؟ والدينا هنا، أجدودنا هنايا، إحنا سيدين هنايا وما شفنا والو. بصحي والله من كذب من قال لك من داخلها زارب ومن خارجها هارب. مدينة علاش؟ مدينة علاش في بعضهم بعض؟ في بعضهم بعض. شكون هادو اللي بعضهم بعض؟ كيفاه شكون؟ الكفار، العسكر، الجدرمية، الخدامة. يا جماعة، هذاك السيد غادي راه يبان لي راه مشي الوجه هذا. صحيح راه غايش. سي محمد، يا سي محمد ها، ايه انت هربح هربح. صحيح كان يخاف. السلام عليكم الجماعه. السلام عليكم. كي عشيتوا؟ مرحبا بك. كيراكم دايرين؟ ريح ريح ما نشتمكمش باش يدير ريح، حنا عيطنا لك. الله يسلمكم. كيراكم دايرين؟ بخير الحمد لله. بس قول لي يا شي محمد، اسمح لنا شفناك شاي هو تخمم، قلنا ربما كاش ما تحتاج، قلنا رانا هنا سيدي. ما نحتاج والو الله يكثر خيركم، غير راني غيظان والخاطر متضايق، هذا ما عندي. شنو تشرب؟ نشرب قهوة. قهواجي؟ راني شارب. هات لك قهوة. منين انت؟ انا يا من بلاد طوهرية. خيار الناس. خيار الناس. الله يسلمك. خيار الناس. الله يسلمكم. والو جيتيك هنا لا خير ولا راك مسوقات. يا سيسا شيخ طاري والله لا بعض الخطرات تخسر. هو هذيك سوت السوق صح؟ وش تخدم؟ انا نخدم في المرسى. ايه في المرسى خدمة صعيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ريحة مسارك هنا. مسار هنا. ريحة قهوة ريحة. أنا مقلق. أنا راه العرس. العرس ولا موجودة صرامة. هذا العرس العرس. إيه. يطلقوا خيوبة صح. وكل عرس أنا معروضين فيه. واه أبويا 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 كاع نسيتو بصحيح. وفيها الشيخ دحمان أبو طرفاسي. ما لا مين هاك يا سيدي تروح معنا ديك لا عقنطر. راه معاكم انا بروحي راني غيظان والخاطر متضايق، وكل المراه راهي مطلقه. اما لا ليلا نقصروا تا الصباح. تا الصباح ان شاء الله. ايه ما قلت لناش. قول اسمك كريم. محمد خيار الناس. خيار الناس يا جماعه، نضروا هالوقت في ميزي هكا باش نصنعوا رواحنا ونتكلوا على الله. بسم الله. يا الله يا الله. بسم الله. Oh, my God.
مدحاني وبطايا يا لهي عيد الموت والظيم قال حرام بني هذي الدنيا غير هذي كيف الموت يا صالح رباني والزمر وهذه تتكلم ومسك يا غيرة البذور يا صالح يا طويلة ومسكة يا مخالفين بقماش هلالك يا عيدين هم وخواتم انهم هايني يا سلطاني وعشتين صبر بلادي يا الجن يا غال الجن يلقاه عند الجن غرف الشيخ مولى برهياني قاعدني يا شيخ المولى الدائم شيل يا خمول برهان يلي يا شيخ المولد تبيع انا مع جامعه الخير في خاطر الاحباب والابطال الزينين اللي حاضرين هنا بطيب والاحسان في خاطرك يا الشيخ وفي خاطر القصابه وفي خاطر مول الفرح يدوم فرعه وهنا كل شيء ما قضى لي بالبركه صح الله يخلف ربي واللي بركاك يلزمن العمادة وهي منام مشطر خيطرين تلجل هواك يده للجميف غير بلاق منام بعد اللي عيب والرنا لك وذاك واسخ بيغيرنا كل ما كنا وين تمحلك كل يوم وعد وقال زينام كان الايام مهني ننشد بغناك ولا بطيئت مرسولك يا وصنام هسيت ميغا فراقت وقصف ملقاك محلي تقول شي قلب هنام عندي بطيال بيه من عمد البلاد روح الميغا قيلك غينا متنا يا آية هذه تبريعة هنا يا في خاطر الجماعة والرجال كده سوات ما سموا حد ما خلوا حد كل واحد بسمه في خاطر الشيخ والقصابة وذكرنا بالقصيدة ومول الفرح كل شيء ما قضى عليه بالبركة صح الله يخلف صحيح الله يبارك فيك